السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين وبخير بإذن الله. معاكم زميلتكم ضحى محمد من الفرقة التانية. ان شاء الله هندردش موضوع بسيط خالص، انتوا اوريدي عديتوا الجزء الصعب منه خلاص. طيب 3 نقط على السريع بس كده، اولهم وامهم طبعا ما تنسوش زمايلنا اللي سبقونا بإذن الله للجنة من دعائكم، ادعوا لهم يا شباب اللي تتمنوا ان الناس تدعي لكم بيه بإذن الله. تاني حاجة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا بيدي اصعب معاركه لاقوى جنوده، خليك دايما عارف ان الابتلاء بينزل بلطف ربنا في القدره على تحمله. انت طالما جيت هنا يبقى انت تستاهل تكون هنا، خليك قد المكان اللي ربنا حطك فيه. كمان لازم نكون عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا بين ملايين ان احنا نكون اداته في الشفاء. يعني انت هتسال عن روح بني ادم، فخليك قد المسؤوليه. بتذاكر عشان تنقذ حياه شخص، يبقى ما ينفعش تستسلم. حتى لو بتسمع المحاضره ليله الامتحان، عادي دوس بنزين، ما تفرملش الا قدام باب اللجنه ولا يهمك. خليك عارف ان ما لا يدرك كله لا يترك كله، ان كل مر سيمر، وكل الكلام الكبير ده، كل الاوقات الصعبه دي هتعدي، مش هيفتكر منها غير شويه لحظات حلوه هي اللي هتفضل باقيه لنا. طب يلا بنشوف الكلام على ايه. توكلنا على الله. جنرال فيرولوجي تاني يا ضحى، هو احنا عاد فينا حيل؟ عارفه والله ان ما عادش في وشكم مكان، والبي ام بي ده بجد اتقل مديول عدى عليا، ولا ماسك ولا جي اي تي ولا الكلام ده بقى خلاص. بس انتوا عديتوا باصعب جزء في الجنرال فيرولوجي، خدتوا البرنسبلز اوف فيروس والريبليكيشن اوف فيروس، خدتوا كل حاجه خلاص، ما عادش بس الا جزئين بسيط خالص، الانكلوجن بودز والانتي فايرال اميونيتي. بودز دي في هوست سيل، الهوست سيل دي جواها فيروس بيعمل فيها انجري، الهوست سيل بقى بترياكت ضد الانجري اللي الانفكتيف فيروس ده بيعملها، فبتعمل تكتلات كده من الفيروس، من الفيرال بارتكلز، بتبقى غالبا من شويه بروتينات كده في الفيروس، بتعمل جسم غريب بيكون ملوش شكل غالبا محدد، وبيكون صغير جدا، بنعرف نصبغه بالاتش ان دي، فموجود في السيتوبلازم او في النيوكلس، او ممكن يكون موجود في السيتوبلازم والنيوكلس كمان. طيب يبقى الانكلوجن بوديز دي عباره عن ايه؟ اجريجيشنز من الفيرال بارتكلز موجوده في الانفكتد سيل، جاي بسبب ايه؟ بسبب رياكشن من الهوست سيل على الانجري اللي بيعمله الانفكتيف فيروس. طب انا دكتور بقى انا استفدت ايه؟ ما نسيت اقول لك ان الانكلوجن بوديز دي اصلا دايجنوستيك. يعني ايه دايجنوستيك؟ يعني ممكن اشوف الانكلوجن بودي ده او ما اعرف البني ادم ده مصاب بفيروس اسمه ايه. قلنا ان السايز بتاعه بيكون صغيره من 31 نانو، وقلنا ان الشيب بتاعه ملوش شكل محدد، يعني ممكن تكون راوند او اوفال او ريجولار اي حاجه. قلنا ان احنا بنعرف كمان نصبغها بالاتش ان دي. طب مكانها بقى؟ والله هي موجوده في السيتوبلازم او في النيوكليوس او في السيتوبلازم والنيوكليوس. طب اللي موجوده في السيتوبلازم دي، الانترا سيتوبلازم دي، بتكون بينك ولا بتكون بلو بقى؟ والله يا سيدي على حسب، لو هي ايزينوفيليك فهتبقى بينك. طب احنا عندنا امثله، عندنا مثالين، عندنا الرابس فيروس والبوكس فيروس. الرابس فيروس ده بتاع مرض السعال، احنا لما بنشوف كلب بنعمل ايه؟ بنجري، بديهيات. يبقى الرابس فيروس بيعمل انكلوجن بودز اسمها نجري بودز، بتبقى ايه؟ بتبقى ايزينوفيليك وبتبقى انترا سيتوبلازميك. موجوده فين؟ موجوده في النيرف سيل بتاع البرين. طب البوكس فيروس، البوكس فيروس ده اللي بيعمل الجدري، بيعمل انكلوجن بودز اسمها ايه؟ اسمها جيوميري بودز. يبقى الايزينوفيليك 2، الرابس فيروس بيعمل نجري بودز موجوده في النيرف سيلز بتاع البرين، والبوكس فيروس اللي بيعمل جيوميري بودز. طيب البيزوفيليك، البيزوفيليك دي عندنا ليها 3 امراض، ستاكوزيس وتراكوما واللينفوجرانيولوما فينيري. طيب الستاكوزيس ده مرض غالبا بيبقى موجود في الببغانات، التراكوما ده طبعا في العين، اللينفوجرانيولوما فينيريوم ده مرض بيصيب الريبرودكتيف سيستم. كده خلصنا الانترا سيتوبلازميك. طب الانترا نيوكلير بقى، لي وزمايلك العلماء قعدوا في دايره كده وقرروا ان هم يقسموا الانترا نيوكلير انكلوجن بودز دي لنوعين، لطيب ايه وطيب بي. طيب طيب ايه دي؟ بيقول لك انها نوت ريبريزنت ذا فيروس اند نوت انفكتيف. نوت انفكتيف يعني ايه؟ يعني مش بتتنقل للخليه اللي جنبها. طب ايه نوت ريبريزنت ذا فيروس دي؟ مش احنا قلنا من شويه الانكلوجن بودز دي قلنا انها دايجنوستيك؟ طب احنا قلنا انها دايجنوستيك لكل الفيروس؟ لا، قالت قال لك هنا لسام فايرال ديزيز، يعني في انكلوجن بودز بنشوفها ما بنعرفش هي الفيروس اسمه ايه. هي بالظبط دي. طيب ايه انتر نيوكلير انكلوجن بودز؟ نوت ريبريزنت ذا فيروس، بنشوفها بس ما بنعرفش ده فيروس ايه. طب في فيروسات ايه اللي بتعمل انكلوجن بودز دي؟ عندنا الهربس زوستر والهربس سيمبلكس، طبعا الهربس زوستر اصعب من الهربس سيمبلكس بس ده مش موضوعنا خالص، والتشيكن بوكس. طبعا كل دي حاجات اساسا بتيجي في الجلد زي الجدري، شبه الجدري، نبقى ناخدها انا وانت ونادو كلنا في الدرما ان شاء الله. نركز بس ان اليلو فيفر البادز الانكلوجن بادز بتاعها اسمها التوريس بادز، لان دي ممكن تيجي في الام سي كيو. التوريس بادز دي موجوده فين؟ موجوده في الليفر سيلز. طيب طيب بيبا ريبريزنتس فيروس، يعني ما بنشوفها بنعرف الفيروس ده ايه، وانفكتيف يعني بتيجي في الخليه وتقوم رايحه الخليه اللي جنبها هي كمان يتعمل فيها انكلوجن بادز. زي ايه؟ زي البوليو فيروس، وده ده بتاع شلل الاطفال اللي احنا كلنا يعني كلنا بناخد دودو تطعيم واحنا صغيرين، بيدينا بقى الفيروس ضعيف او ميت او كده. والادينو فيروس، الادينو فيروس ده بتاع الكومن كولد، هتاخدوه ان شاء الله في ريسبيرتوري. طب الانكلوجن بادز اللي تبقى موجوده في السيتوبلازم وفي النيوكليوس، عندنا 2 برضو، الميسز الديزيز بتاع الميسز اللي هي الحصبه، وفيروس السيتوميجالوفيروس.
ودي صوره للانتروسيتوبلازميك زينوفيليك، يعني ده شخص ممكن يكون مصاب بالرابس فيروس او بالبوكس فيروس. ودي صوره للانترانيوكلر انكلوجن بودز، طبعا هي ازينوفيليك لان الانترانيوكلر كلهم ازينوفيليك. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا بس انكلوجن بودز قلنا انها اجريجيشنز من الفيرال بارتكلز موجوده في الانفكتد سيل، بروديوس ذا از رياكشن من الهوست سيل للانجري اللي عمله الانفكتد فيروس. قلنا انها امبورتنت في الدياجنوزيس بتاع سام فيرال ديزيز. قلنا ان السايز بتاعها من 1-30 نانو، والشيب بتاعها اي حاجه، والستيننج بتاعها الاتش ان دي، والسايت قلنا انها موجوده في السيتوبلازم، بتكون ايزينوفيليك زي النيجري بودز اللي بيعملها الرابيس فيروس موجود في النيرف سيلز بتاع البرين، وقلنا الجيومري بودز اللي بيعملها البوكس فيروس، قلنا انها ممكن تكون بيزوفيليك زي السيتوكوزيس او التراكوما او اللنف جرانيولوما فيرينرا. طب والانترانيوكلر قلنا انها نوعين، طيب ايه وطيب بي؟ طيب ايه نوت ريبريزنت ذا فيروس اند نوت انفكتيف زي الهربس زوستر وكمان التشيكن بوكس او اليلو فيفر، والطيب بي قلنا انها ريبريزنت ذا فيروس قلنا انها انفكتيف زي البوليو فيروس والادينو فيروس. طب اللي موجوده في السيتوبلازم وانترانيوكلر كمان زي الميسلز او السيتوميجالو فيروس، قلنا دي الصور. هنيجي بقى لتاني جزء من المحاضره، وهو ربنا سايب جسمنا كده من غير حاجه تدافع عنه ولا طبعا؟ فعشان كده احنا هناخد بقى ازاي جسمنا اصلا بيدافع عن نفسه ضد الفيروس ده. هناخد اربع حاجات: الانتي فيرال اميونيتي، هناخد الرول اوف ماكروفاجز، والانتي بودي ميديتد اميونيتي، والسيل ميديتد اميونيتي، والانترفيرنس. نبدا باول حاجه الماكروفاجز. جسمنا من اللنج بقى، من اي اورجان او اي تشو مش موضوع، المهم ان هو بيفضل يمشي في الدم وكانه بتابوه حرفيا. طيب بيقول لك ان هو ريبيدلي تيكن باي الماكروفاجز. طب الماكروفاج دي اصلا موجوده فين؟ موجوده في كل مكان في جسمنا، مونوسايت بقى في الدم، كبفر في الليفر، موجوده في كل مكان. طب هي بتعمل ايه؟ ايه الافكتيفنس اصلا بتاعها على الفيروس في انها مثلا تليمت الفيرال انفكشن؟ يعني هي لازم تليمت الفيرال انفكشن اصلا ازاي؟ بيقول انها عندها ability انها بريفنت الانترانيوكلر ريبليكيشن اوف فيروس. يعني شفتوا الريبليكيشن اللي خدتوه كل المحاضره اللي فات ده؟ اصلا الماكروفاج بتخليه ما يقدرش يعمل كل الكلام ده. يبقى تاني الفيروس بيخش الجسم من اللنج او من اي تشو، بيفضل يمشي في الدم، الماكروفاج بتمسك فيه وتقدر انها تمنع الريبليكيشن بتاعه كله. طب الماكروفاج اصلا لو اتكلمنا عنها دقيقه كده، الماكروفاج دي اصلا بتعمل ايه؟ وظيفتها الاساسيه انها بتعمل فاجوسايتوزيس او اوبسونايزيشن على حسب، وانها اصلا انتيجين بريزنتنج سيل. بتعمل ايه؟ بتاخد مثلا شافت جسم غريب ماشي في الدم، تقوم واخداه بلعاه فاجوسايتوزيس، مكسراه عامله له لايسيس، ماسك الانتيجين بتاعه عرضه على سطحها عشان بقى البي سيلز وكده تشوفه. المهم ان احنا نعمل في الاخر ضده ايه؟ ميموري سيلز. فلما الجسم الغريب ده يصيب جسمنا تاني نقول له لا تعالى، ده احنا عارفينك كويس ومجهزين ضدك كل الوسائل الدفاعيه المناسبه. بس ده دور الماكروفاج. تاني حوار بقى من الاربع حوارات بتوعنا هو الانتي بودي ميديتد اميونيتي او الهيومرال اميونيتي. بتتم على خطوتين، اول واحده ان احنا بنمسك في الفيروس، فيروس نيوتراليزيشن، بنعادله او بنمسك فيه يعني بمعنى اصح هنشوف دلوقتي. تاني خطوه ان احنا ندستروي الفيروس اصلا. طب احنا بنعمل فيروس نيوتراليزيشن ازاي؟ والله على حسب، لو الفيروس ده في الفيريميك مود يعني هو موجود في الدم ان ستيج اوف فيريميا من الاخر زي مثلا البويلو فيروس، وده نركز فيه عشان نرجع له تاني، الهيباتايتس، المامبس، الميسلز، اليلو فيفر، كل الحاجات دي نقدر نكنترول الفيروس ده ازاي؟ والله عن طريق السيرم نيوتراليزنج انتي بوديز اللي هم مين؟ الاي جي جي والاي جي ام. بيعملوا ايه بقى الاي جي جي والاي جي ام؟ بيعملوا نيوتراليزيشن للفيروس. ازاي؟ بيعملوا بريفنتنج للاتاتشمنت بتاع الفيروس على الريسبتور بتاع السيل. يبقى تاني الاي جي جي والاي جي ام بيعملوا نيوتراليزيشن للفيروس اللي موجود في السيركيوليشن، موجود في البلد يعني في الستيج اوف فيريميا بتاعته، فيريميا يعني فيروس في البلد بس، قبل ما يوصل للتارجت اورجن اساسا زي ايه؟ زي السي ان اس بولو فيروس انفكشن. اللي بيحصل تاني في السي ان اس بولو فيروس انفكشن، الانتي بوديز اي جي جي واي جي ام بيمسكوا في الفيروس، بيمنعوا الاتاتشمنت بتاعه في الريسبتور بتاع السيل اللي في السي ان اس. ده بيحمينا من ايه؟ بيحمينا من البراليتيك بوليمايلايتس، بيحمينا من البراليتيك بوليمايلايتس. طيب قلنا نهتم بالبولو فيروس، اشمعنى البولو فيروس ده ايه اصلا؟ اللي بيعمل شلل الاطفال خدناه من شويه، قلنا ان هو بيعمل تايب بي انترانيوكلر انكلوجن بودز، فاكرين؟ طيب احنا بناخد ضده فاكسين ولا بناخدش ضده فاكسين؟ ايوه كلنا واحنا صغيرين اتطعمنا ضد شلل الاطفال. ده معناه ان وان اتاك او اصابه واحده بس من الفيروس ده تقدر تدينا لونج لاستنج اميونيتي. ايوه امال احنا بناخد ضده فاكسين ازاي؟ يعني بناخد ضده ارتفيشال اكتيف اميونايزيشن. يعني ايه؟ يعني مناعه ارتفيشال يعني صناعيه اكتيف، يعني احنا بناخد الفيروس نفسه ما ناخدش الانتي بودي، ناخد الفيروس نفسه. ممكن يكون بقى حي بس ضعيف، او ممكن يكون ميت اصلا مش موضوعنا، المهم ان الفاكسين في الحاله دي بيكون هايلي افكتيف. ده في الفيروس اللي موجود ماشي في الدم في الستيج بتاع الفيريميا بتاعه. طيب الفيروس اللي بيعمل ريبليكيشن في الميوكوزا الممبرين، هو انا اول ما بقول لك
اول ما اقول لك مثلا ميوكوزا او ميوكوس او ميوكوزا الممبرين، اقول لك او كل الكلام ده بيجي في بالك، بيجي في بالك البرد بالظبط. الرينو فيروس والانفلونزا فيروس. الرينو فيروس طبعا ده بيعمل كومن كولد، والانفلونزا بتعمل انفلونزا. طب في المالتيبليكيشن بتاع الفيروس بتحصل فين؟ بتحصل في ريسبيراتوري ميوكوزا، يعني من الاخر كده الفيروس بيجيب شنط هدومه ويجي يقعد في الريسبيراتوري سيستم بتاعك ويقول انا عايش، يعني انت هتسكت؟ لو انت هتسكت انا مش هسكت. واقول له يا عم في ايه؟ واطلع له اي جي اي. الاي جي اي بقى يعمل ايه؟ بنعمل كل اللي فات ده بس لوكال في الريسبيراتوري سيستم بالذات. يعني هو افيد من الاي جي ام والاي جي جي في الحاله دي؟ ايوه، هو امبورتنس زي الاي جي ام والاي جي اي في الحاله دي. طيب عمرك سمعت عن حد بياخد فاكسين ضد البرد؟ لا طبعا، بيقول ان الفاكسين هنا نوت افكتيف خالص. طب ليه بقى هو نوت افكتيف؟ يعني ليه انا ممكن في شتاء واحد يجي لي 20 دور برد، يجي لي سيفرال اتاكس، وعمرنا ما نقدر نعمل ضده لونج لاستنج اميونيتي؟ والله الميكانيزمز اللي احنا قلناها دي مش قد كده بصراحه، يعني هي ويك. طيب والفيروس نفسه عنده سيفرال انتيجينيك تايبس، يعني كل فيروس عليه انتيجينز كتير جدا ما بنقدرش نعمل قصادها كلها انتيبازز تكفيه. وكمان الفيروس بيتحور، شفت كورونا زي ما دوخ الناس بالظبط كده، زي الانفلونزا كمان بيحصل تحورات كتير 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 جدا في الفيروس، فاحنا ما بنقدرش نعمل ضده حاجه ثابته. بس نعمل شويه ماركرز ونقولها تاني. يبقى الانتي بودي في الفيروس نيوتراليزيشن بيختلف على حسب الفيروس فين. الفيروس لو في الفيرميك مود اللي هو ماشي في الدم مستني يروح للاورجن، فاحنا بنعمل له كنترول بالاي جي جي والاي جي ام، بنمنع الاتاتشمنت بتاعه في الريسبتور. الاي جي جي والاي جي ام بيعملوا نيوتراليزيشن للفيروس في السيركيوليشن قبل ما يوصل للتارجت اورجن بتاعه اصلا، زي السي ان اس بيقولوا فيروس انفكشن، بيحمينا من البروليتيك بلومايلايتس. وطبعا قلنا هنا ان الفاكسين بيبقى هايلي افكتيف. طب لو الفيروس بيعمل ريبليكيشن في الميوكوزا الممبرين، لو المالتيبليكيشن بيحصل في الريسبيراتوري ميوكوزا، طبعا بيبقى في انتي بودي في البلد. ايوه بيبقى في انتي بودي في البلد، بس الاي جي اي هو اللي بيشتغل لوكال على الفيروس، فالفاكسين هنا ما بيكونش مهم خالص. ده بسبب ايه؟ بسبب اصلا ان المناعه بتاعتنا هنا في الحوارات دي لحد ما ضعيفه، وان الفيروس بيبقى عليه سيفرال انتيجينز تايب انتيجينك تايبس، وكمان ايمرجنس اوف انتيجينك فيرينتس ان زي الانفلونزا فيروس، يعني بيحصل تحورات كتير فجاه في الفيروس ده. فيروس نيوتراليزيشن ازاي بقى نعمل ديستروي للفيروس، سواء هو فري لوحده كده او موجود جوه سيل اصلا؟ اول خطوه او اول طريقه يعني ابلكيشن اوف فيروس اند اوبسونايزيشن. طيب الفيروس بيبقى ماشي، الانتي بودي بيشوفه، الانتي بودز بتتلم حوالين الفيروسات كده وتعمل كتله كده، بتبقى معديه الماكروفاج بتشوفهم تقوم بلعاهم تعمل لايسيس بقى وكده. دي ايه؟ دي الاوبسونايزيشن. طيب تاني طريقه الكومبلمنت، كومبلمنت اللي بيمسك في اخر الانتي بودي، وكومبلمنت 1 و2 يمسكوا يعملوا كومبلمنت 3 وكل الحوارات دي. الحوارات دي بقى بترسى على ايه؟ على ان بيحصل لايسيس للفيروس، يبقى كومبلمنت ميديتد لايس. دي ده اسم العمليه. طب نقطه مهمه ممكن تيجي في الام سي كيو، ان دي اكتر طريقه افكتيف للانفلوب فيروس. لما يجي يقول ايه اكتر طريقه افكتيف للانفلوب فيروس، نفتكر انها الكومبلمنت ميديتد لايسيس. كده احنا خلصنا الانتي بودي ميديتد اميونيتي او الهيومرال اميونيتي. ده هو السيل ميديتد اميونيتي، هناخد فيهم اربع نقط. مين قص المصايف في اول نقطتين؟ الانتيجين اللي على السيل سيلفرز. التي سي او سيتوتوكسيك تي سيلز اول ما بتشوف الانتيجين على السيل سيرفيس بتعرفه على طول، وبتكل الفيروس انفكتد سيل على طول، يعني هي لا بتتكلم ولا بتتفهم، دايركت كده بتموت الانفكتد سيل دي خالص. دي التي سي. طب التي اتش؟ الانتيجين ده بيعمل لها ستيميوليشن، بيخليها تريليز ايه؟ الليمفوكاينز. الليمفوكاينز دي بقى بتعمل حاجات كتير، هناخد منهم حاجتين. الليمفوكاينز دي اصلا ممكن تكون انترفيرون جام. انترفيرون جام ده بيعمل ايه؟ بينبه او بيحصن النيبرنج سيلز، السيل اللي جنب الانفكتد سيل، يعني من انها يحصل لها انفكشن بالفيروس برضو زي السيل اللي جنبها. وكمان الليمفوكاينز بتمشي كده تقعد تنادي وتعمل اتراكشن واكتيفيشن للماكروفاج، عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل فاجوسايتوز وديستروي للفيروس انفكتد سيلز. يبقى التي سي تشتغل دايركت، بتشوف الانتيجين على السيل سيرفيس بتقوم مموته الخليه على طول. اما التي اتش بيحصل لها ستيميليشن بالانتيجين، فتعمل ايه؟ فتطلع لينفوكوينز. لينفوكوينز بتعمل ايه؟ تعمل اتراكشن او اكتيفيشن للماكروفاج، عشان تعمل فاجوسايتوزس، تعمل ديستروي للفيروس انفكتد سيلز. ممكن تكون اللينفوكوينز دي انترفيرون جاما اصلا، فتقدر تحمي الخليه اللي جنب الخليه المصابه. طيب امال تالت نقطه ايه؟ الناتشرال كيلر سيلز زي التي سي ولكنها اضعف شويه. التي سي بتقدر تموت الانفكت سيل لوحدها، اما الان كي بتحتاج مساعده. بتحتاج مساعده مين؟ سهلين مش هتنسوهم، انتر وانتر، انترفيرو وانتر ليكن 2. يبقى الان كي بتحتاج مساعده الانترفيرو وانتر ليكن 2 عشان تقدر تعمل ديستروي للسيل انفكتد ويز فيروس. طيب رابع طريقه بقى
هنا السيل ميديتد اميونيتي بتلجأ للانتي بودي، فبيبقى اسمها انتي بودي ديبندنت سيلولار سيتوتوكسيستي. ايه اللي بيحصل بقى؟ عندنا الانتي بودي بيروح يبايند مع الانجين اللي على السيرفيس، يمسك في الانجين اللي على السيرفيس بتاع الانفكتد سيل، تكون الناتشر كلير سيل مثلا معديه تشوفهم تقوم ماسكه فيهم بلا 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 لايسيس في الاخر. يبقى تاني الاربع نقط بتاع السيل ميديتد اميونيتي، التي سي بتكل الفيروس انفكتد سيل على طول من غير مساعده من حد، مجرد ما بتشوف الانجين على السيل سيرفيس. طب التي اتش بيحصل لها ستيميليشن الاول بالانجين وبعد كده تطلع الليمفوكوينز اللي بتعمل اتراكشن اكتيفيشن للماكروفاج، وممكن تكون انترفيرون جاما اللي بيحمل خليه لجنب الخليه المصابه. لان كي بتقدر برضو تموت الخليه المصابه بالفيروس بس بتحتاج مساعده الانترفيرون انترليكون 2. امال الاي دي سي سي او الانتي بودي ديبندنت سيلولار سيتوتوكسيستي، بالانتي بودي بيمسك في الفيروس انفكتد سيل ويكون مثلا ان كي او الماكروفاج معديين فيمسك فيه ويعملوا لايسس. رابع حوار بقى هو الانترفيرون. الانترفيرون ده اصلا ايه؟ جلايكوبروتين. طلع منين؟ طلع من الانفكتد سيل نفسها نتيجه ايه؟ نتيجه شويه ستيمولس كده. طب ايه الحاجه اللي بتعمل ستيمولاي اصلا عشان الانترفيرون يطلع؟ وجود الفيروس نفسه جوه الخليه هو اللي بيخلي الخليه تطوخ، هو اللي بيخلي الانترفيرون يطلع اساسا. طيب علماء برضو زمايلي وزمايلك قعدوا برضو قسموا الانترفيرون لتو تايبس، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بيشمل نوعين، انترفيرون الفا وانترفيرون بيتا. انترفيرون الفا ده بيطلع منين؟ بيطلع من اليوكسايتس زي البيسلز وزي الماكروفاج. والانترفيرون بيتا ده بيطلع من الفايبروبلاست. طب احنا هنسكم الليوكوسايتس والفايبروبلاست دي ازاي؟ والله هو البيتا مش بيطلع من البي، بيطلع من الفايبروبلاست، اما الالفا مش بيطلع من الاف، بيطلع من البي سيلز. بدلهم يعني من الاخر. عرفت تسكمها؟ سكمها مش سكمها، حاول تحفظها على قد ما تقدر. طيب تو بقى احنا لسه قايلين ان الانترفيرون جاما بيطلع من التي اتش، يبقى الانترفيرون جاما ده بيطلع منين؟ بيطلع من التي ليمفوسايتس بديهيات. يبقى الانترفيرونز عباره عن جلايكوبروتين بتطلع من الانفكتد سيلز نفسها نتيجه ستيمولاي. بتتقسم نوعين، انترفيرون يعني تايب 1 تايب 2 او تايب 1 انترفيرون الفا وانترفيرون بيتا. انترفيرون الفا بتطلع من اليوكوسايتس من البي سيلز والماكروفاج، انترفيرون بيتا بتطلع من الفايبروبلاست. طيب تايب 2 انترفيرون جاما بتطلع منين؟ بيطلع من التي ليمفوسايتس. طب شويه بروبرتيز كده عن الانترفيرونز، بنقول ان الانترفيرونز دول بيبقوا كلهم صغيرين وقد بعض، وكمان ليهم لو انجينستي، يعني احنا انا اللي مطلعه هعمل اميون ريسبونس قصاده كبيره ليه؟ ما انا اللي مطلعه. بس بتختلف من كل انترفيرون والتاني، ولكنها كده كده قليله. يبقى هما كده كده لو ميوكلر ويت ولو انجينستي، وهما بيبقوا سيميلر في السايز لكن انجيكالي ايه ديفرنت. تمام. ايه تاني؟ الانترفيرون اصلا بيشتغل على السيل، طب ما احنا عارفين، بس ما بيشتغلش جوه الفيروس. الانترفيرون ما بيدخلش جوه الفيروس نفسه، لو بيشتغل على السيل نفسها. وبيقول ان هو نوت توكسيك تو الهوست سيل، يعني هو مش بيأذي السيل، بيبقى جواها بيأثر على الفيروس من غير ما يخش جوه الفيروس ومن غير ما يأذي السيل. مهمه قوي قوي، ممكن تيجي في الام سي كيو كمان. الانترفيرون ما بيبقاش موجود في السيروم، انترفيرون ار فاوند ان سيل بات نوت فاوند ان سيروم، انترفيرون مش موجود في السيروم. طب الانترفيرونز كمان بيقول انها ستيبل في الاسيد بي اتش، وان بيحصل لها انكتيفيشن بالتريبسن. ما هو احنا عارفين ان التريبسن اساسا بيبقى موجود في السمول انتستين في وسط قلوي في القلاين، يبقى هو طبيعي يقدر يوقف او يعمل انكتيفيشن لحاجه يعني هي ستيبل في الاسيد لان هو اصلا القلاين. بس نتكلم عنه اصلا ده بقى بيعمل ايه؟ والله على حسب برضو الفيروس ده بره الخليه ولا جوه الخليه. لو الفيروس ده اصلا اكسترا سيلر فيروس فكده كده الانترفيرون has no direct effect على الاكسترا سيلر فيروس. طب لو الفيروس بقى جوه الخليه، الانترفيرون بينهبت الريبليكيشن اوف فيروس في النون انفكتد سيل عن طريق ايه؟ شويه بروتينات كده بتمنع الترانسليشن بتاع الام ار ان اي. طب الام ار ان اي ده لما يترجم بيطلع ايه؟ بيطلع بروتين. ده معناه ان الانترفيرون بيبلوك الفيروس بروتين سنس. طب بالنسبه لشويه الحاجات اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت بقى، الادزوربشن والبنتريشن وانكوتنج والحاجات دي، لا الحاجات دي بتحصل نورمال عادي. يبقى تاني المود اوف اكشن بتاع الانترفيرون على حسب، لو الفيروس جوه الخليه فالانترفيرون بينهبت الانتراسيلولار ريبليكيشن اوف فيروس فين؟ في النون انفكتد سيل. ازاي؟ عن طريق ان هو شويه بروتينات كده بتمنع ترانزليشن بتاع الام ار ان اي، فده بيبلوك الفيروس بروتين سينثيسيس. طب الادزوربشن والبنتريشن انكوتنج الحاجات دي، الحاجات دي تكسب بليس نورمال عادي، بتحصل زي ما هي مفيش اي اختلافات. اما لو الانترفيرون بره الخليه اصلا، فلو الفيروس اصلا بره الخليه اصلا فالانترفيرون هاز نو دايركت افكت على الاكسترا سيلولار فيروس. طب شويه بقى اكتيفيتيز برضو للانترفيرون، انتي فيرال اكتيفيتي، ما احنا اصلا بنتكلم عن الفيروسات فطبعا اول حاجه نتكلم عن الانتي فيرال اكتيفيتيز. هو اسمه انترفيرون ليه؟ عشان هو بينترفير مع الفيروس مالتيبليكيشن بديهيات. تاني حاجه هو بيتفرز منين؟ من الانفكتد سيل، عشان يحمي ايه؟ يحمي النون انفكتد سيل او النون انفكتد نيبرنج سيلز. هي
طيب الانترفيرون بيتفرز بدري جدا، بيقول لك ان هو في اقل من 48 ساعه الانترفيرون بيطلع وبيفضل موجود طول ما الاستيمولس موجود. نقطه كمان بتيجي في، ممكن تيجي في الام سي كيو، الانترفيرون از نوت فيروس سبيسيفيك، يعني الفيروس ار ان اي دي ان اي، فيروس نعرفه فيروس ما نعرفوش، ايا كان نوع الفيروس، بالانترفيرونات او الانترفيرونز يعني بتطلع زي ما هي زي ما احنا عارفينها، مفيش اي اختلافات، لكنها طبعا بتختلف من كائن لكائن. طب تاني حاجه، الانترفيرونز دي بتاثر على الاميون عموما او الحاجات التانية في الاميون بتاعنا؟ ايوه اكيد، بتعمل ريجوليشن لشويه اميون فانكشن كده، زي انها بتعمل اكتيفيشن للماكروفاج والان كي والتي سي، وبتعمل اكسبريشن للاتش ال اي او الهاله زي ما دكتور خليفه بيسميها. طب ده نوع معين؟ اه الانترفيرون 2، انترفيرون 2 بالذات هو اللي بيعمل الحاجات دي. طب احنا ممكن نستغل بقى ان الانترفيرون بيمنع البروفليشن، صح؟ نستغل ان هو انتي نستغل الانتي بروفليتيف اكشن بتاعه ان احنا نحاول نستخدمه كتريتمنت للتيومر. يبقى تاني هما تلات حاجات، الاكتيفيتيز بتاع الانترفيرون، انتي فيرال اكتيفيتي، واميون ريجوليشن لشويه حاجات كده بنعمل لها اكتيفيشن، وان احنا ممكن نستغل الانتي بروفليتيف اكشن بتاعه في التريتمنت اوف تيومر. الانتي فيرال اكتيفيتيز بتاعه ان هو اسمه انترفيرون عشان هو بينترفير مع الفيروس مالتيبليكيشن، بيتفرز من انفكتد سيل عشان يحمي النون انفكتد سيل، بيتفرز بدري جدا في اقل من 48 ساعه وبيفضل موجود طول ما الاستيمولس موجود. نوت فيروس سبيسيفيك، يعني ايا كان نوع الفيروس كده كده الانترفيرونز بتطلع زي ما هي. بيعمل ريجوليشنز لشويه اميون فانكشن كده، زي ان هو بيعمل اكتيفيشن للميكروفاج والان كي والتي سي واكسبريشن للاتش ال اي، ده الانترفيرون 2 بالذات. وكمان بنستغل الانتي بروفليتيف اكشن بتاعه ان احنا نستخدمه كتريتمنت للتيومر. النقطه الاخيره بقى في الانترفيرون على حده، هو الثيرابيوتيك يوز بتاع الانترفيرون. اصلا الانترفيرون بيشتغل على نون انفكتد سيل ولا على انفكتد سيل؟ على نون انفكتد سيل. فاحنا برضو لما بنديه من بره بنديه بروفلاكسز للنون انفكتد سيل، مش كقيول للانفكتد سيل، لان هو اصلا ما بيقدرش يبلوك الفيروس سينسس في الانفكتد سيل، لكن يقدر يعمل بروفلاكسز للنون انفكتد سيل. فهو بيبقى تريتمنت لشويه فيرال انفكشن، وقال لك شويه امثله زي البابيلوما، الكورونيك هيباتيتس سواء كان فيروس بي او فيروس سي، تبقى الابلكيشن هنستخدمه لوكال يعني في الهيربتيك كراتو كونجكتيفايتس. كمان ممكن نستخدمه في علاج الايدز لو اديناه مع الزيدوفودين. كمان ممكن نحمي الناس اللي حصل لها رينال ترانسبلانتيشن، يعني زرعت كلى ضد السيتوميجالو فيروس، او الناس اصلا اللي مناعتها واقعه، immunocompromised patient، ناس عندها لينفوما يعني من الاخر، يعني عندها كانسر في الليمفاتيك سيستم بتاعها، اتعرضت قبل كده للزوستر او للهربس يعني. كمان احنا قلنا ان احنا بنستغل الانتي بروفيلاتيك اكشن بتاعه في ان احنا نحاول نعالج الكانسر. فهو هنا بيقول لك ان احنا بنحاول نعالج بيه الكانسر، وقالك شويه امثله للكانسر، نون هوجكنز لينفوما، كوتينوس تي سيل لينفوما، هاري سيل ليوكيميا كده. طب الانترفيرون ده ملوش اي عيوب؟ اكيد ليه طبعا، بيقول ان هو لو توكسيك سايد افكت على جي اي تي جاسترو انتستينال تراكت والسي ان اس، وكمان بيعمل بون مارو سبريشن، بيظبط البون مارو. يبقى تاني الثيرابيوتيك يوز بتاع الانترفيرون بروفلاكسز للنون انفكتد سيل، وبيعالج شويه فيروسات كده قلناها، وكمان بنعالج بيه الاذى لما نديه مع زيدوفودين، بيبقى بروفلاكتيك ضد السيتوميجالو فيروس في الناس اللي حصلها رينال ترانسبلانتيشن، الناس اللي مناعتها واقعه دي. وكمان بنحاول نعالج بيه الكانسر، قلنا ان هو ممكن يكون له سايد افكت في الجي اي تي والسي ان اس، وبيعمل بون مارو سبريشن. اكتر حاجتين اتكلمنا عنهم هما الانتي بودي والانترفيرون، مين بقى احسن، الانتي بودي ولا الانترفيرون؟ بيقول اول حاجه الانترفيرون كان بي بروديوس باي اني تايب اوف سيل، يعني احنا لو خارجين كده من مكان فالانترفيرون بيطلع من كل البيبان اللي عندنا، اما الانتي بودي ما بيطلعش الا من البي لينفوسايت اللي هي بالذات تحديدا البلازما سيل. البي لينفوسايت بتتقسم لبلازما سيل وميموري سيل، هو بيطلع من البلازما سيل بس، لكن الانترفيرون اللي هو بيطلع من الفايبروبلاست والليكوسايتس والتي لينفوسايتس، بيطلع من كل انواع السيلز. كمان الانترفيرون بيطلع اسرع، قلنا ان هو بيطلع في اقل من 48 ساعه، الانتي بودي بيقعد وقت اطول من كده عما بيطلع. كمان الانترفيرون بيشتغل على يعني ايا كان نوع الفيروس اللي في الجسم، الانترفيرون بيشتغل على الخليه اللي هو جواها، لما الانتي بودي بيشتغل على سبيسيفيك انتجن. كمان الانترفيرون بيعمل بنتريت للليفنج سيل عادي، ويقدر يعمل انهبيشن للفيرال ريبليكيشن، اما الانتي بودي ما بيقدرش اصلا يخش جوه الخليه. كمان الديوريشن اوف اكشن بتاع الانترفيرون بتكون اقل، فكده طبعا الانترفيرون احسن بكتير، لان الانترفيرون بيطلع من اي خليه وبيطلع بسرعه بيشتغل بسرعه بيخش الخليه ايا كان نوع الفيروس فهو بيشتغل. بس كده عند النقطه دي نقدر نقول اظن كده المحاضره بقت واضحه، يا دوب بس نيجي عليها بسرعه كده على السريع علشان تظبط معانا ان شاء الله. يقولنا
ان الكولوجن بودز دي عباره عن شويه اجريجيشنز من الفاير بارتكلز موجوده في السيل، بتطلع بسبب الرياكشن من الهوست سيل على الانجري اللي عامل الانفكت السيل. وكمان هي دياجنوستيك، قلنا انها صغيره جدا ولها شكل محدد مصبوغه بالاتش ان دي اي وموجوده في السيتوبلازم، بتتقسم لايزينوفيليك وبيزوفيليك. الايزينوفيليك زي النيجري بودز اللي بيعملها الرابيس فيروس، الجيومري بودز اللي بيعملها البوكس فيروس، البيزوفيليك زي اللي في السيتوكوزيس وتراكوما ولانفوجرانيوما فيلينيوم، والانترانيوكولار بقى دي بتتقسم نوعين، كده كده ايزينوفيليك بتتقسم نوعين، طيب ايه وطيب بي. طيب ايه نوت ريبريزنت ذا فيروس، نوت انفكتيف زي الهربس شيكن بوكس او اليلو فيفر، والطيب بي دي ريبريزنت ذا فيروس وانفكتيف زي البوليو فيروس والادينو فيروس. اما الموجوده في السيتوبلازم وفي النيوكليوس كمان دي الميسلز والسيتوميجالو فيروس، وقلنا ان دي الصور. بعد كده خدنا الانتي فيرال اميونيتي، قلنا ان احنا هنتكلم فيها على الماكروفاج والانتي بودي ميديت اميونيتي والسي ميديت اميونيتي والانترفيرنس. قلنا الماكروفاجز دي اللي بيحصل بيكون الفيروس دخل الجسم عن طريق اللنج او اي حاجه، بيفضل يمشي في الدم، الماكروفاج بتشوفه، الماكروفاج دي موجوده في كل مكان، بتعمل ايه عشان تليمت الفيرال انفكشن، بتبريفنت الانتراسيلولار ريبليكيشن اوف فيروس. وكنا قلنا كمان بره حدود الفيروس ان الماكروفاج اصلا انتيجن بريزنتنج سيل وبتعمل فاجوسايتوزيس وبتعمل اوبزونايزيشن. تاني حاجه قلناها الانتي بودي ميديتد اميونيتي، قلنا انها بتتم على خطوتين، اول خطوه الفيروس نيوترلايزيشن، لو كان الفيروس ده في الفيريميك مود او في انستيج اوف فيريميا يعني بنعمل له كنترول ازاي بالسيرم نيوترلايزنج انتي بوديز. الاي جي جي والاي جي ام بيمنعوا الاتاتشمنت بتاع الفيروس على ريسبتور هو لسه في السيركيوليشن قبل ما يوصل للتارجت اورجان اصلا، زي السي ان اس بويلو فيروس انفكشن عشان يحمينا من البراليتيك بوليمايلايتس. وطبعا هنا في الحاله دي بيكون الفاكسين هايلي افكتيف. اما لو الفيروس بيعمل ريبليكيشن في الميكوزا الممبرين، يعني بيحاول يعمل ريبليكيشن في الريسبيراتوري ميكوزا بتاعنا، فالاي جي اي هو بيكون الاختيار الامثل في الوقت ده، والفاكسين بيكون نوت افكتيف خالص. قلنا ان هو نوت افكتيف عشان المناعه ضعيفه، وعشان الفيروس عليه سيفرال انتيجينيك تايبس، له سيفرال انتيجينيك تايبس وكمان بيتحول كتير، فما بنقدرش نمسك له نوع معين. اما الخطوه الثانيه ان احنا بنعمل ديستروي بقى للفيروس اساسا، سواء هو كان فري او سواء موجود في سيل، فاحنا بنعمل ديستروي للانفكت السيل نفسها. عندنا طريقتين، اجريجيشنز اوف فيروس او اوبسونايزيشن، ولما بنلجا للكومبلمنت بالذات في الانفولبد فيروس، الحته دي مهمه. تالت حاجه السيل ميديتد اميونيتي، اتكلمنا اول حاجه عن التي سي او سيتوتوكسيك تي سيلز، قلنا انها بتقدر تقتل الانفكتد سيل على طول مجرد ما بتشوف الانتجن على السيل سيرفيس. اما التي اتش قلنا انها الانتجن بيعملها ستيميليشن عشان تطلع الليمفوكاينز اللي بتعمل اتراكشن واكتيفيشن للماكروفاج عشان تعمل الفاجوسايتوزيس وتعمل ديستروي للسيل. وكمان الليمفوكاينز دي منها الانترفيرون جاما اللي بيقدر يحمي النبرنج سيلز ضد الانفكشن من الفيروس. قلنا ان NK برضو بتقدر تدستوري السيل انفكتد ويز فيروس، بس بتحتاج مساعده من الانترفيرون والانترليوكين 2. والاي دي سي سي قلنا ان الانتي بودي بيمسك في الفيروس انفكتد سيل، والNK معديه او الماكروفاج بتعمل لها لايسس. بعدين اتكلمنا على الانترفيرون، قلنا ان الانترفيرون ده جلايكوبروتين بيطلع من الانفكتد سيل، قلنا ان هو تو تايب، تايب 1 بيبقى الفا وبيتا، الفا ده بيطلع من الليوكوسايتس اللي هي البي سيل والماكروفاج، اما البيتا اللي هو بيطلع من الفايبروبلاست. اما طيب 2 ده اللي هو انترفيرون جاما اللي بيطلع من التي لينفوسايتس. وقلنا شويه بريبرتس كده عن الانترفيرون، قلنا ان كده الانترفيرون بيبقى لو ميوكولار ويت ولو انتيجينست، ما بنعملش ايمين ريسبونس قدامه كبيره، هو لو ميوكولار ويت وسيميلر ان سايز، اما الانتيجينيتيكالي بتاعه بتبقى ديفرنت، كده بتبقى قليله ولكنها بتبقى مختلفه بين انترفيرون والتاني. وقلنا ان الانترفيرون بيشتغل على الخليه بس ما بيدخلش جوه الفيروس، قلنا ان هو ما بيضرش الهوست سيل، قلنا ان الانترفيرون بيبقى موجود في السيل بس مش موجود في السيرم، قلنا ان الانترفيرون استيبل في الاسيد بي اتش عشان كده التريبسن بيعملوا انكتيفيشن. قلنا ان الانترفيرون بيشتغل لو بره لو الفيروس بره الخليه، فالانترفيرون اصلا لونه دايركت افكت على الاكسترا سيلولار فيروس، ما بيعملش اي حاجه خالص. اما لو الفيروس انترا سيلولار فيروس فهو بيطلع شويه بروتينات بتمنع الترانسليشن بتاع الام ار ان اي، والام ار ان اي ده اصلا بيطلع بيعمل بروتين في الاخر، فده بمعنى ان هو بيبلوك الفيروس بروتين سينسز. اما الادزوربشن والبنتريشن والانكوتين والكلام ده بيحصل نورمال عادي. الاكتيفيتيز بتاع الانترفيرون بقى، اول حاجه الانتي فيرال اكتيفيتي هو اسمه انترفيرون عشان هو بينترفير مع المالتيبليكيشن بتاع الفيروس، وقلنا ان هو بيطلع من الانفكتد سيل علشان يحمي الانفكتد سيل، وقلنا الانترفيرون بيتفرز بدري جدا في اقل من 48 ساعه، كل ما الاستيميلس موجود الانترفيرون موجود. الانترفيرون كمان قلنا ان هو نوت فيروس سبيسيفيك، يعني سواء الفيروس ار ان اي او ام ار ان او دي ان اي اقصد مش تفرق حاجه. وقلنا ان هو بيعمل الريجوليشن لشويه اميون فانكشن كده، بالذات انترفيرون 2 بيعمل اكتيفيشن للماكروفاج والان كي والسي تي اكسبريشن الاتش ال اي والحاجات دي. وكمان قلنا احنا بنستغل ان هو انتي بروفليتيك اكشن بتاعه ان احنا نستخدمه كعلاج للتيومر. الثيرابيوتيك يوز بتاعه قلنا ان هو بيعمل بروفلاكسز للنون انفكتد سيل.
لان هو ما بيقدرش يعمل كيور للانفكتد سيل، لان هو ما بيقدرش يبلوك الفيروس سينسس في الانفكتد سيل. فبنستخدمه تريتمنت لشويه فيروسات زي البابيلوما الكرونيك هيباتايتس، وبنستخدمه لوكال في الريبتك كيراتو كونجكتيفايتس وكده. وان احنا ممكن نستخدمه في علاج الاذى لو اديناه مع الزيدوفودين، وممكن كمان نستخدمه كبروفلاكتيك ضد السيتوميجالو فيروس في الناس اللي حصل لها ريان ترانسبلانتيشن والناس اللي مناعتها واقعه. وممكن نستخدمه كمان في علاج الكانسر، قلنا ان هو ممكن يكون ليه توكسيك سايد افكت على الجي اي تي والسي ان اس، وممكن يعمل بون مارو سبريشن. وقلنا ان الانترفيرون احسن من الانتي بودي لان هو بيطلع من اي خليه وبيطلع بسرعه وبيشتغل بسرعه وبيشتغل ايا كان نوع الفيروس، وكمان بيقدر يعمل بنتريشن للليفنج سيل. انا الفيرولوجي خلص والمحاضره خلصت والدنيا تمام. نحل بس كام سؤال، اسئله بسيطه خالص سهله ان شاء الله. هيبقى في بقى اسئله كتير وكده في الفايل بتاع الاسئله، نقول بس كام سؤال دول على السريع. الانترفيرون استيبل ات ايه؟ طبعا الاسيد بي اتش، ان احنا قلنا ان التريبسين بيعمل له انكتيفيشن، ان التريبسين ده بيشتغل في وسط الكولاي. طب الانترفيرون بينهبت ايه؟ الفيرال ام ار ان اي ترانسليشن بالظبط، بشويه بروتينز كده. طب بيقول ذا بريسنس اوف نجري انكلوجن باز، اول ما يقول نجري انكلوجن باز نروح نجري نختار ايه؟ رابس فيروس بالظبط. تايبس اوف انترفيرون طبعا في الفا وفي بيتا وفي جاما. بس كده دي الاجابات. كنت ضيفه خفيفه على قلبكم، ولو في اي حاجه اكتبوا في الفيدباك، وعذرا على تقصير. وما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتدعوا لنا وتدعوا نفسكم بالخير، ربنا يوفقكم دايما يا رب، والى اللقاء.